الحقيقة الدقيقة والعميقة أنني والله تابعت هذه الأخبار بشوق لا يتصور، ولم أستطع أن أنام تلك الليلة من فرحي والله، لأن هذا الانتصار قلب موازين القوى، وأقول على مستوى العالم، لأن هذا الانتصار يعد تحقيقا لوعد الله عز وجل. الانتصار في هذا الدين العظيم من خلال الكتاب والسنة له قوانين، وكأن إخوتنا في غزة أدركوا هذه الحقيقة فأخذوا بالأسباب التي أرادها الله لكل منتصر، وعندئذ باتباع هذه القوانين تحقق النصر. وهذا النصر العظيم الذي أسلج صدر الأمة الإسلامية والعربية جميعها، هذا النصر تأييد وتحقيق لوعود الله عز وجل. فالله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. كأن إخوتنا في غزة آخر كلمة في هذا المشهد البطولي هي سبب النصر، يعبدونني. فإن لم يخضع المقاتل لهذا القانون الإلهي لن يقطف هذه الثمار اليانعة. النصر له قوانين، وأنا أتمنى أن أبلغ إخوتي الكرام في غزة وفي أنحاء العالم الإسلامي والعربي أن هذا النصر الذي يثلج صدورنا ويسعدنا ويرقى بنا له قوانين، وما لم نأخذ بهذه القوانين فالطريق مسدود. لأنه هناك مقولة دقيقة: الحرب بين حقين لا تكون، يعني مستحيلة، لأن الحق لا يتعدد. أما الحرب بين حق وباطل لا تطول، فإذا كنا مع الحق فالله معنا، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أما بين باطلين لا تنتهي. وكأن إخوتنا في غزة أخذوا بهذا القانون القرآني وبأسباب النصر التي أرادها الله عز وجل، وأعدوا للطرف الآخر ما استطاعوا من الإعداد، وأعدوا لهم، أمر إلهي، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أعدوا لهم ما استطعتم، لكن فضل الله عز وجل أن الله جل جلاله ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، ولكن كلفنا أن نعد القوة المتاحة. وكأن إخوتنا في غزة قدموا ما يستطيعون من إعداد، والله العالم الإسلامي بأكمله انبهر بهذا الإعداد الذي وصل إلى أن تحلق طائرة من صنعهم فوق مدن إسرائيل، وأن تقصف مستعمرات والأماكن الحساسة في هذا الكيان الصهيوني. فلذلك الذي حصل في غزة ما هو إلا تحقيق لوعد الله عز وجل، وهذا التحقيق ثمنه أن إخوتنا في غزة أخذوا بالأسباب القرآنية: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والحقيقة ينبغي أن نعد لهم وأن نتوكل على الله. والقانون الذي أريد أن يكون واضحا لدى إخوة المشاهدين أنه ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ليس سهلا أن تجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل الصادق على الله. لعل الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها، ولعل العالم الإسلامي لم يأخذ بها أصلا. فالأول وقع في وادي الشرك، والثاني وقع في وادي المعصية. لكن الموقف الإسلامي الإيماني الحقيقي الدقيق القطعي أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
هذا هو الدين. نعم. هذا هو الإيمان. نعم. أنا أقول دائما زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الله أكبر. لذلك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وأنا أقول دائما في دروسي يجب أن نتكلم بالحقيقة المرة، فما دمنا لم ننتصر سابقا معنى ذلك هناك تقصير في الأخذ بالأسباب. ينبغي أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. نعم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وهي قانون، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم. لكن في ملمح بالآية دقيق جدا، أي دين وعد بتمكينه؟ الدين الذي يرتضيه لنا. فإن لم ننتصر في مكان آخر من العالم الإسلامي معنى ذلك أن فهمنا للدين لم يرضي الله عز وجل. قد نفهم الدين فولكلور، قد نفهم الدين احتفالات، قد نفهم الدين زينات، لكن الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذه الصيغة أخي الكريم صيغة نفي الشأن. لو واحد سئل هل أنت جائع يقول لا، نفي الحدث. أما لو قيل له هل أنت سارق لا سمح الله، وهو إنسان له مكان كبير، ما بيقول لا، بيقول ما كان لي أن أسرق، إن هذا مستحيل وألف ألف مستحيل، لا أقبل ولا أرضى ولا أبارك ولا أغطي ولا أصمت. فهذا نفي الشأن. الآية تقول هكذا وما كان الله، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني لعل هذه الآية في حياة النبي الكريم لها معنى، لكن معناها الدقيق والعميق بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، يعني مستحيل أن يعذب المسلمون ما دامت سنة الله مطبقة في حياتهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. معنى ذلك أن هذه القوانين، أكاد أقول هذه الكلمة دائما قوانين، يعني علاقة قطعية بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل. هذا التعريف العلمي. فالله عز وجل أنزل علينا قوانين، الرزق له قانون والنصر له قانون. فما دمنا نأخذ الكتاب تبركا ولا نقيم حياتنا كما أراد الله، ما لم نقم الإسلام في نفوسنا، ما لم نقمه في بيوتنا، ما لم نقمه في أعمالنا، جميع الوعود الإلهية معطلة. لأن الله عز وجل الصحابة الكرام وهم نخبة البشر، قمم البشر، لم ينتصروا في أحد لأنهم عصوا رسول الله. نعم. قال بعض المحللين في السيرة لو أنهم انتصروا لسقطت طاعة رسول الله، وكذلك في حنين لم ينتصروا لأنهم اعتدوا بعددهم، فقال لن نغلب من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ولو أنهم انتصروا في حنين لسقط التوحيد. التعامل مع الله دقيق جدا، التعامل مع الله يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ولكن الله يغلب على ظني. نعم. نعم. أنا متأسف، يغلب على ظني. يغلب على ظني. نعم. دقيقة. نعم. يغلب على ظني أن إخوتنا في غزة، ولا أزكي على الله أحدا، أخذوا بالأسباب التي أرادها الله. فتح الله عليك. جاء تحقيق. نعم. النصر. نعم. تطبيق لقانون النصر. شيء طبيعي. وهذا متاح لهم ولأية جهة في العالم الإسلامي إذا أخذت بالأسباب. أما إذا أردنا أن ندعو الله فقط، سيدنا عمر رأى جملا مصابا بمرض خطير، فسأل صاحب الجمل يا أخ العرب ما تفعل بهذا الجمل؟ قال أدعو الله أن يشفيه. قال له هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ يعني أنا أقول مرة ثالثة، قانون النصر أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ولكن ما كلفنا الله رحمة بنا أن نعد القوة المكافئة للعدو. والحقيقة يعني جيش يعد الرابع في العالم والأول في المنطقة، والعالم كله مع هذا الكيان الصهيوني، ومع ذلك
فئة مؤمنة صادقة أخذت الأسباب وجعل الله النصر على يديها تأكيدا لقوانينه القرآنية. تفضل. جزاكم الله خير دكتور فضيلة الدكتور. والله يعني ما استمعنا إليه الآن هو تماما ما نستشعره دائما منك وما نستمع إليه في محاضراتك ودروسك. ولكن شيخنا الفاضل، هناك من علماء المسلمين من يقول العكس، من يقول العكس، يتحدث عن عدد القتلى بين المسلمين والكفار أو الصهاينة، ويتحدث أن القوة المادية للشعب الفلسطيني وللمجاهدين لا تكافئ القوة المادية للصهاينة وللأعداء، ولذلك علينا أن نبقى تحت الظلم وتحت النار حتى نتمكن من إعداد قوى مماثلة. وكثير مما يقال من هذه الناحية، كيف يمكن الرد على هذا النوع من العلماء الذين يتبنون هذه الطريقة؟ أنا معي رد، هو آية قرآنية. نعم. قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. الله أكبر. إلهنا وربنا وخالقنا الذي يرحمنا بهذا النصر له قوانين. أنا يغلب على ظني أن إخوتنا في غزة أخذوا بهذا القانون واعتمدوه، يعني أخذوا بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكلوا على الله وكأنها ليست بشيء، فاستحقوا نصر الله عز وجل. وهذا النصر والله قلب موازين قوى في الأرض، والله ولا أبالغ. والحقيقة الدهشة التي عمت العالم الإسلامي شيء لا يصدق، لأنه دائما وأبدا النصر محبب. ولما الله عز وجل ذكر آيات النصر قال ويشفي صدور قوم مؤمنين. ما المعنى المخالف؟ معنى فيه بالنفس مرض. إذا النصر ما تحقق وبذلنا كل ما نملك وما في نصر، هناك مرض نفسي نصاب به جميعا. لذلك سامحني بهذه الكلمة، تتالي النكسات على العالم الإسلامي أورث هذا العالم الإسلامي ثقافة أنا أسميها ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود. وهذه الثقافة الخطيرة المدمرة من آثارها أننا مع هذه الثقافة لا نصدق نصرا من شدة اليأس والإحباط. ولكن الله أنعشنا بإنعاشات عديدة، أحد هذه الانتعاشات انتصار إخوتنا في غزة على رابع جيش في العالم وعلى أول جيش بالمنطقة. هذا النصر أكد حقائق الإيمان. وقد قيل النصر الذي يأتي للمؤمن يقوي عقيدته بوعد الله عز وجل. الشيء الثاني، أن هذه الثقافة، ثقافة اليأس التي أصيب بها العالم الإسلامي بسبب تراكم وتعدد الانتكاسات، هذه الثقافة، ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود، أراد الله أن ينعشنا، فجعل انتصار إخوتنا في غزة إنعاشا لنا من ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود، وجعل البلد الطيب تركيا من دولة علمانية تقريبا تحارب الدين إلى دولة إسلامية. هذا إنعاش ثاني. وانهيار النظام المالي في العالم الغربي القائم على الربا إنعاش ثالث. فكأن هذه الإنعاشات الثلاث، كأن الله يقول لنا يا عبادي لا تقلقوا، لا تحزنوا، لا تيأسوا، أنا معكم. لذلك إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. نعم. ولكن فضيلة الدكتور، نعم. قل الله، نعم. ثم ذرهم في غيهم يعمهون. فتح الله عليك تماما. لكن فضيلة الدكتور، عندما ننظر إلى حال الأمة ونحن نعرف أنه في معارك سابقة كان العدو يحسب حسابا كبيرا لتحركات الأمة ولغضبها، وقد غاب هذا الحراك وهذا الغضب للأسف الشديد بفعل ما هو حادث الآن في الساحات العربية وفي العواصم. ولكن مع ذلك يعني وقف العدوان بصمود الشعب الفلسطيني واستبساله ومقاومته، لكن ماذا عن الأمة؟ كيف يمكن أن نحركها باتجاه فلسطين؟ لأننا شهدنا عشرات المسيرات في العالم العربي مقابل مئات المسيرات والمظاهرات في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية وفي غيرها من المناطق.
يعني أنا والله مضطر أن أقول هذا هذين البيتين. نعم. امرأة في عموريا قالت ومعتصمة، فهب المعتصم وتوجه بجيشه وأنقذ هذه المرأة ولبى نداءها. قال الشاعر: رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فالحقيقة هناك ضعف كبير في العالم الإسلامي، لا من جهة القاعدة الشعبية بل من جهات أخرى. فنرجو الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا النصر في غزة فاتحة لانتصارات متتابعة إن شاء الله، حتى نسترد هويتنا وحتى نحقق رسالتنا التي أناطها الله بنا حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني هذه آية كتبت في أجمل مكان في الجامعة العربية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن يغيب عن المسلمين علة هذه الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة الكرام صعقوا، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ صعقوا صعقة أشد، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ لذلك أخي الكريم، دخل شاعر في عهد عمر السجن لقوله بيت من الشعر عده النقاد أهجى بيت قالته العرب: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هل تصدق أيها الأخ الكريم الحبيب أن هذا البيت شعار معظم المسلمين: دع المكارم لا ترحل لبغيتها؟ نعم. يعني الانتماء صار فردي، وأنا أحيانا بتكلم ولو كان بمشهد إعلامي بالحقيقة المرة، لأنها عندي أفضل ألف مرة من الوهم المريح، وبإمكان أي داعية أن يدغدغ مشاعر السامعين بكلمات معسولة، لكن نحن قصرنا تقصيرا كبيرا. يعني لن تغلب أمتي، والحديث في الصحاح، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. نحن الآن 1,700,000,000 مسلم، 1,700,000,000 مسلم، ليس أمرنا بيدنا، وللطرف الآخر علينا 1,000 سبيل وسبيل. هناك سؤال كبير، هذا السؤال إجابته الحقيقة المرة، وهي عندي أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. فنحن بهذا النصر المؤزر الرائع غير المتوقع الحقيقة انتعشنا بهذا النصر، وعدنا إلى هذا الدين العظيم، وشعرنا أن التأييد الإلهي صار موجودا بين أيدينا، الحمد لله، وأن هذا النصر يقوي عقيدتنا ويقوي نفسيتنا وينقلنا من الإحباط إلى التفاؤل. ولا سيما فضلتكم أن القتال كان من مسافة الصفر أو من نقطة الصفر وجها لوجه. نعم. وكانت معركة شهدت بسالة فريدة للمجاهدين وللشعب، الحمد لله رب العالمين. ولكن والله شيء لا يصدق، الحمد لله. ولكن ونحن أمام هذه المعركة طبعا، وقد تحدث القرآن الكريم وتحدثت السنة عن عدونا اليهودي، توقفنا عند الجريمة الصهيونية وعند الذهنية والعقلية الصهيونية، والتي ظهرت في أبشع صورها. يعني عندما قال الصهاينة أو اليهود أنهم عانوا من النازية، ظهر أن ما فعلته النازية إن كانت فعلت بهم ما قالوه وما زعموه هو يساوي 1% مما فعلوه بالشعب الفلسطيني، وكذلك المغول والتتار. ونريد أن نتحدث بشيء من التفصيل عن هذه النفسية وعن هذه الذهنية القاتلة المجرمة. يا سيدي، قال تعالى يصف مكر هؤلاء، قال: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. نعم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر. أخي الكريم،
يعني لو اجتمعت قوى الأرض مجتمعة على أن تنقل جبل قاسيون من دمشق إلى درعا تقدر؟ أبداً. إيه الله عز وجل الخالق العظيم وصف مكر الطرف الآخر الكفار بأنه تزول منه الجبال. الله أكبر. كيف نتفاءل؟ نتفاءل بكلمتين في القرآن الكريم، كلمتين فقط: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أنا أقول دائما أن الصبر مع المعصية ما بعدها إلا القبر، لكن الصبر مع الطاعة بعدها النصر. أنا والله يغلب على ظني من باب حسن الظن ومن باب النتائج التي تحققت من هذا من هذه الحرب التي دامت فوق 50 يوم، يغلب على ظني أن إخوتنا في غزة أخذوا بالأسباب التي أرادها الله، فجاء تحقيق النصر كما يسمى تحصيل حاصل، تطبيق للقوانين. نحن في عنا قوانين القرآن الكريم في مقدمات وفي نتائج، فأنا لمجرد أن أخذ بالقوانين، وأنا أقول دائما زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون. فالنصر بين أيدينا دائما، والكرة في ملعبنا دائما، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. نعم. لا نعرف ماذا واجه الشاعر العربي الذي قال: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الوسام المهندي، كتبها حينها ولا نعرف ما الذي دفعه لذلك، ونحن اليوم الشعب الفلسطيني يردد هذا البيت كثيرا، بل يتمنى أن يعبر عن شعوره بالمرارة، بمرارة الخذلان، بطريقة أكبر من ذلك. ما الذي جرى لهذه الأمة، لأنظمتها، لشعوبها، حتى وصلنا إلى هذا الحال من الظلم الكبير جدا الواقع على النفس الفلسطينية والعربية؟ شاعر الرصافي قبل عقود من الزمن قال: وإذا تسأل عما هو في بغداد كائن، فهو حكم مشرقي الضرع غربي الملابن. نعم. الضرع شرقي. نعم. أما اللبن غربي. قد ملكنا كل شيء نحن في الظاهر، لكن نحن في الباطن لا نملك تحريكا لساكن. نعم. الحقيقة في الكلام واضح جدا، وفي يعني جهات قوية تضغط على الحكومات العربية ضغط كبير جدا. أنا لا يعد هذا عذرا لهم، ولكن يعد خضوعا لهم، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن تزداد الدول التي تدعم هذا الانتصار وهذا الإنجاز الحضاري الحربي الكبير، وهذا رفع معنويات الأمة والله، وجعلنا وهذا الانتصار جعل قوانين القرآن نأخذها بشكل حيوي وبليغ. يعني الله وعد بالنصر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وكيف أن هذا الكيان صمت أياما عديدة، ولما تكلم تكلم بغير الحقيقة، والحقيقة أن الإنسان بفطرته يعرف الحقيقة. تستطيع أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، وتستطيع أن تخدع كل الناس لبعض الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل. أما أن تخدع ربك ونفسك ولا ثانية، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم. فضيلة الدكتور، بارك الله بكم، حياكم الله. فضيلة الدكتور، أنت تعرف أن هذه المعركة جاءت بعد معركة طويلة خاضها الشعب مع الحصار الخانق الذي لم يسبق له مثيل، ثم فرضت على الشعب معارك عسكرية في 6 سنوات، بدءا بمعركة الفرقان كما أسمتها المقاومة، ثم حجارة السجيل. نعم. ثم العصف المأكول قبل أيام قليلة انتهت، وعلى الرغم من ذلك انتصر الشعب في هذه المعارك، حتى وصلنا إلى معركة البناء والإعمار وإعادة الناس إلى منازلهم، ويراد أن ينهزم الشعب في هذه المعركة، والأطراف تريد معاقبة الشعب كي ينفض من حول المقاومة وحول الجهاد والمشاهدين. ماذا يمكن أن نقول للناس الذين تكبدوا الخسائر في هذه المعركة؟
والله أنا أقول لهم هذا النصر المؤزر دفع المسلمين قاطبة في أنحاء العالم الإسلامي إلى موقف إيجابي بعد أن كان سلبيا. أنا أعتقد الآن الموقف إيجابي من الشعوب، والشعوب تضغط، فلذلك أنا متفائل والله كثيرا، لأن الله عز وجل يتمم فضله، تفضل علينا بهذا النصر، وسوف يتفضل علينا أيضا بمعركة البناء والإعمار. وأنا والله لا أصدق أن إنسانا من أصحاب الأموال في العالم الإسلامي يقصر في معونة إخوتنا في هذا البلد الطيب لإعادة بناء بلدهم. ذلك أنه الإنسان حينما يرى الإيجابيات تدفع إلى مزيد من الإيجابيات. لا شيء يعين على النجاح كالنجاح، فالنجاح الأول نجاح الحقيقة شبه مذهل، ونجاح غير متوقع، ونجاح مفاجئ، ونجاح رمم قلوبنا وأسعدنا، ونجاح هذا النجاح حملنا أن نتعلق بربنا أكثر، ونتعلق بوعده بالنصر. إيجابيات النصر لا تعد ولا تحصى، وإن شاء الله تأتي الأموال من الجهات التي تريد أن تقدم لله عملا طيبا، عملا يعيد لهذا البلد بناءه واستقراره، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم، إذا كان الأعداء ومن لف لفهم يريدون أن يقولوا للشعب الفلسطيني هذا ما جلبه لكم الجهاد والمقاومة من أذى ومن دمار ومن خراب وكل هذه الأشياء التي تعرفها فضيلتكم، ماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الأعداء ولكل الذين يحاولون تجديد الحصار على شعبنا الفلسطيني الذين يربطون الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين بهذه الخسارة الكبيرة؟ نعم، أنا أرى أن المتحرك دائما له حاضنة شعبية، والله من خلال الأخبار خلال الأسبوع هذا ما سمعت كلمة من مواطن في غزة كان متأففا. فأنا أعتقد أن هناك حاضنة شعبية كبيرة جدا رعت هذا النصر على الرغم من الخسائر الكبيرة جدا والبالغة، وهذا والله موقف بطولي. أنا بزماني يعني امرأة جاءت لترى ابنها المقتول، طبعا في حكم بالإعدام لأنه كان مخبر وسبب بقتل مئات الأشخاص فأعدم، قصة قديمة من شيء 5 سنوات. أنا أول مرة بحياتي أرى امرأة مسلمة محجبة تركل رأس ولدها المقتول بحكم عادل بقدمها، قالت باللغة العامية أم الله لا يردك يا كلب. هي أول مرة نقلة نوعية بحياتنا كمسلمين، أم ترى ابنها مقتولا بحكم عادل لأنه كان يتعاون مع العدو، شايف شلون؟ تركله بقدمها وتقول له الله لا يردك يا كلب. هي نقلة نوعية حتى في أمهاتنا. والحقيقة يعني خلال هالنصر المؤزر صار في لقاءات مع عينات من الشعب كثيرة جدا، هذه العينات كأنها ما تكلمت كلمة سلبية بحق هذا النصر المبين. طبعا غزة مهدمة وإن شاء الله يعاد إعمارها بأقرب وقت إن شاء الله، وإن شاء الله هذا النصر يعني باعث كبير وحثيث يدفع أولي المال في العالم الإسلامي لدفع ما عليهم من واجبات تجاه هذا الشعب المقاوم. والله هذا الشعب ناب عن المسلمين جميعا في حربه مع العدوان. أرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح دائما. نعم، ما واجب الأمة في هذه المحطة دكتور؟ واجب الأمة الآن يعني إذا كانت الأنظمة ظالمة وبالعكس تحاصر غزة وكذا إلى بعض الأنظمة طبعا، إذن على الأمة أن تنهض وأن تدعم غزة وتدعم فلسطين بكل ما أوتيت من مال ومن قوة، لأن كما تفضلت غزة وفلسطين تنوب عن الأمة في جهادها وتحرير فلسطين. والله أنا لا أصدق أن إنسان أراد أن يقدم شيء من جهده وماله لإعمار هذا البلد الطيب لا أصدق ألا يجد قناة نظيفة تحقق هدفه. نعم، يعني الإنسان كمان حينما يريد شيئا، أنا أقول دائما كلمة هي سلبية، الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله.
أما ما دام الإنسان أخذ قرار إيجابي، إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. أنا والله متفائل، يغلب على نفسي التفاؤل، لأنه الإله العظيم الذي أعان إخوتنا المقاتلين على تحقيق هذا النصر سيتابع إحسانه ويتابع حفظه ويتابع نصره لهذه الأمة. يعني في نصر بالمعركة وفي نصر بالبناء، فإن شاء الله يعني هناك خير بالأمة، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إحنا اليوم فضلت الدكتور، الشعب الفلسطيني الذي خاض هذه المعركة، وأنت تحدثت عن قوانين النصر في بداية اللقاء، وكانت لفتة طيبة سبقتني إليها الحديث عن هذه القوانين ثم الوصول إلى النتائج فيما بعد. هل هناك بعض القوانين أو بعض الملاحظات التي يمكن الأخذ بها أيضا ما قبل المعركة، نعم، أثناء المعركة، ما بعد المعركة، يأخذ بها المجاهدون حتى ينهضوا ويتقدموا أكثر في تحرير فلسطين، ولا سيما أن هناك من أبناء شعبنا من ينتهج نهجا مغايرا تماما، بل يحارب من ينتهج نهج الجهاد والمقاومة؟ أنا أعتقد يقينا نعم أن الجهاد أربعة مستويات. أولا جهاد النفس والهوى، وهذا المعول عليه، وهذا الأصل عندي، وقد نقل عن بعض الصحابة عقب بعض الغزوات أنهم قالوا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. فالمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يقاتل نملة. فلذلك أحد مفهومات الجهاد وأحد مستويات الجهاد جهاد النفس والهوى. أنا حينما أقيم الإسلام في نفسي وأقيمه في بيتي وفي عملي، عندئذ أشعر أنني قدمت ثمن النصر. كنا مرة في الكويت وجاء أخ زار غزة وعاد إلينا فحدثنا فأبكانا، أقسم بالله وبكى، قال والله نحن المحاصرون بشهواتنا ومصالحنا، ليس أهل غزة، هم أحرار. فهذا ثناء كبير، وهذا واقع، وهذا أحد أسباب النصر الحقيقية، لأن الحرب بين حقين لا تكون، وبين حق باطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. فأنا أعتقد يقينا أن هذا النصر قلب الموازين وحفز الهمم، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحقق وعوده لهذه الأمة من خلال انتصار إخوتنا في غزة، لأن الله عز وجل من سياسته مع خلقه أنه يقيم الحجة عليهم. فانتصار إخوتنا في غزة، إخوتنا في غزة أقام الحجة على من حولنا. يعني الأمر مع الله عز وجل، بيده الأمر، وما النصر إلا من عند الله. لذلك أنا أقول دائما هناك جهاد نفسي وهو الأصل وهو المعول عليه، جهاد النفس والهوى، لأن المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. الله أكبر. هذا واحد. نعم. في عندنا جهاد ثاني، الجهاد الثاني جهاد الدعوة. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، وسمى الله سبحانه وتعالى جهاد القرآن جهادا كبيرا، لأنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا جهاد. في عنا جهاد النفس والهوى، وفي عنا جهاد الدعوة إلى الله عز وجل، وجاهدهم به جهادا كبيرا. في عنا جهاد بنائي، أنا حينما أبني بلدي، حينما أنشئ السدود، أستصلح الأراضي، وزع الثروة بشكل عادل، حينما أجعل مبدأ تكافؤ الفرص، هناك آلاف الأسباب التي تقوي الأمة. هذا جهاد بنائي، هذا جهاد بنائي. صافي عنا جهاد نفسي، جهاد دعوي، جهاد بنائي، والجهاد الآخر هو الجهاد القتالي. فإذا صح الجهاد النفسي مع الجهاد البنائي مع
مع الجهاد الدعوي جاء الجهاد النصر تاجا يتوج به هذه المواقف التي أرادها الله عز وجل. نعم. عظيم. نعم. نعم. جهاد دعوي، جهاد نفسي، ثم الجهاد القتالي. نعم. وكأنني إنه أخوتي، وكأنني أن يغلب على ظني أن إخوتي في غزة أخذوا بهذه الأسباب إن شاء الله. بفضل الله تعالى. الحمد لله. شيخنا الفاضل، وبفضل الله عز وجل طبعا، بعد أن مكننا الله من هذا النصر، وإن كان هناك كثير من المشككين والمغرضين، ويعني وأنا يعني لا أعرف كيف يمكن لعالم أو شيخ يتسم من حيث الشكل والمضمون بالدين الإسلامي أن يتحدث بتلك الطريقة عن أن هذا ليس نصرا أو هذا ليس ثباتا، وهذا طبعا نحن بنحكي عن جماعات وعن أفراد كثر في هذا الموضوع. على أي حال، حتى لا نمغص على شعبنا هذا النصر الكبير، ما يستحق أن نؤكد عليه هو أن الشعب بهذه القوانين وصل إلى هذه النتيجة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد أحد المعارك أن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وهذا كانت في إشارة إلى استمرار الاستعداد والضغط على الزناد، لأن المعركة طويلة. طيب يا سيدي، أنا أقول لك هذه الكلمة. نعم. الله عز وجل في عقيدتنا واجب الوجود واضحة، لكن ما سواه ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون أو أن لا يكون. نعم. أو ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. نعم. أليس من الممكن أن يجعل الله أعداء المسلمين في كوكب آخر؟ ممكن، لا شك طبعا، على كل شيء قدير. أليس الله قادرا أن يجعل أعداء المسلمين في قارة أخرى؟ ممكن. طيب، أليس الله قادرا على أن يجعل أعداء المسلمين في حقبة أخرى؟ ممكن. لماذا أراد ربنا جل جلاله واقتضت حكمته أن نعيش معا في مكان واحد وفي زمن واحد؟ قالوا لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. أنا هذا إيماني. فمعركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، هذه قدرنا. فأنا حينما أعتقد أن الإنسان لا يبتلى أنا أكون واهما. فلذلك الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. الله عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء علة وجودنا، علة وجودنا، لا يمكن أن نفهم وجودنا من دون ابتلاء. لذلك ورد في بعض خطب النبي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذه خطبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فجعل عطاء الآخرة عوضا من بلاء الدنيا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ونحن في عصر الابتلاء، علة وجودنا في الدنيا الابتلاء، وهي كلمة دقيقة جدا. فأنا حينما أتوهم أنه يمكن أن أعيش حياة مرفهة ناعمة وبعدها إلى الجنة، هذا مستحيل، ما كان الله ليفعل ذلك. لا بد من الامتحان. فالابتلاء أن نبتلى بأن الحق يقوى بالتحدي، يقوى بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون العطاء والجنة إلا بالبذل والتضحية. نعم. وهذا امتحان لنا. نشكر الله ونسأل الله الثبات والتمكين إن شاء الله. أتمنى من فضيلتكم دكتور حفظكم الله أن تخص إخواننا المشاهدين المرابطين تحت الأرض وفوقها بكلمة مباركة من حضرتكم. والله أنا أقول دائما: يا رب، ماذا فقد من وجدك؟ الله أكبر. وماذا وجد من فقدك؟ وإني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري،
وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. الشاهد هنا: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. الله. هذا الموقف الإلهي: إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. وأنا والله متفائل، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تأتي انتصارات متتابعة حتى يتحقق وعد الله لنا، والله عز وجل لا يضيع عباده المؤمنين إن شاء الله.